التي سبق لهموند الذي يصل للمرة الأولى في الأربع مواسم الماضية للدوري وأن فاز بها وخسرها في النهائي عكس فريق مانشستر. روبن دياش تونس غوندوغان رودريغو دي بروين رياض محرز مانشستر سيتي اليوم يلعب غوارديولا بيدرسون وكير جواو كانس يحل ضيفنا اليوم بمارفين هيتس في حراسة المرمى مودين وكذلك برناردو في الجهة المقابلة نادي بوروسيا دورتموند جهة اليسرى ماتس هوميل وأكانجي في وسط موري على جهتي اليمنى رافائيل غيريرو على وبيلينغهام وثلاثي الخط الامامي ماركو رويس رفقة الدفاع وسط الميدان امري جان محمود داوود النرويجي المهاجم النرويجي في الخط الامامي كناوف وايلينغ هولان الجوهر النامي لتشكيلة بوروسيا دورتموند الذي سجل بوروسيا دورتموند والعودة الموفقة وخروج موفق من بيب غوارديولا مبدع في كل الموسم في كل الموضوع من متعود يكون غول على المنافسين ويضغط عليهم منذ البدايه. رياض حارس برناردو رياض يقترب منه من هنالك غيريرو البرتغال ممتازه ثنائيه راح دي بروين حول مور دي بروين العرضيه تلعب مع رياض يلعبها لي دي بروين رياض دي بروين مره ثانيه كورنا بيرينغهام كره مرفوعه لهولون وأكانجي وبيلينغهام ما زال يرجع لرياض مرة ثانية رياض محرز يغير تماما دو سيلفا على الجهة اليمنى خلاها لرياض رياض لدي بروين دي بروين والتوزيع رياض يحاول يمر والكرة في الركنية لصالح عناصر مان ينفذ الركنية القائم الأول والدفاع وتروح ركنية ثانية كونستانس هيلا ولولا التصديدة فودان رياض عنده الكرة الآن يراقبها رياض يرجع اليمنى يبحث عن رياض رياض يلعبها مع دي بروين ترجع لك لم يتمكن من هذه الكره من امام غيريرو رياض يرجع بوروسيا دورتموند وين راجع جون ستونز كره بعيده لبرناردو سيلفا يسترجعها ويضيعها وسط الميدان امري جان ضيعها رياض استرجعها كيفن دي بروين هرب راح من هنالك اللاعب فودين دي بروين فوديل دي بروين فوديل دي بروين دي بروين دي بروين ورياض 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 وغول على طبق يا دي بروين في رمشة عين في أربعة واحدة فودال لرياض ورياض لدي بروين تمريرة من ذهب لرياض ودي بروين وغول تهتز الشباك عند الدقيقة 19 في أول فرصة وأول لقطة وأول لعبة بروين مع رياض محرز رياض محرز يرجع للخلف لوكر رودريغو وكر وكر دي بروين دي بروين يبحث عن رياض الكرة بعيد الكرة البعيدة يبحث عن هولون رويس وهولون هرب رويس جول هاي كرة جول هاي كرة جول وغيريرو في التغطية علاش نقول اليمنى رياض مع غيريرو رياض وغيريرو رياض يرجع مرة يدخل من العمق رياض مازال راح فودين يا رياض يرجع للخلف برناردو يطلبها تروح لرياض رياض يغطي كورته من امام غيريرو مخالفة خلاها لدي بروين دي بروين رودريغو لكيفن دي بروين دي بروين يبحث عن برناردو سيلفا وأكانجي محرز على الجهة اليمنى رياض محرز في الوسط لفودين فودين تروح لكيفن دي بروين فودين فودين غوندوغان يوزع كرة غوندوغان والدفاع يخرجها دورتموند خلاها لفودين ديرسون خطا جون ستونز يرجع لديرسون في الخلف هولا غوندوغان غوندوغان لدي بروين وغيريرو رياض وبرناردو سيلفا عنده الكره الان رياض يبحث عن برناردو وجده على الجهه اليمنى رياض يرجع مره ثانيه لرودريغو فودان وجهه اليمنى وكير رياض يفضل يحتفظ بالكره يدخل من الوسط يجد دي بروين محرز يحاول يمر عنده الكره الان رياض والتوزيع والدفاع في اتجاه كيفن دي بروين دي بروين لفودان لرياض محرز خلاله الكرة دخل برناردو سيلفا يرجع لرجعت لرياض استلمها رياض 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 يلعب لغوندو يرجع للخلف ورياض يلحق على الكرة هذه يلعب من هناك برناردو استلم برناردو رياض رياض دي بروين يبحث عن رياض لرياض ولا برناردو المستحوذ على الكرة ومع ذلك بروسيا دورتموند صعبة دي بروين غوندوغان والانطلاقة مرة ثانية لمانشستر سيتي شفتوا كي رياض محرز اي كرة بعيدة غيريرو في الوسط رياض محرز لم يبقى خطيرة الكرة هذه لصالح عناصر دورتموند
ثم رياض محرز وكيفن دي بروين انطلق على الجهه اليسرى. دي بروين كاسيتسا مرفوعه بشكل رائع والدفاع فودين يدخل فودين صعبه فودين رياض محرز يوصلها مباشرة لفودين على جهة الوكر يبعد رياض وكر 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 يمنى التغطية من فودين رودريغو وكر وكر رياض محرز يبحث عن المراوغة مع رياض رياض محرز في الوسط لرودريغو لوكانسيلو عرضية ضايعة بعيدة تماما في هذه اللحظات لدفاع فريق بوروسيا دورتموند تسلل الكرة صعبة جابرييل فودين فودين موري الكرة من موري الدفاع يخرجها ومرة يتفوق وكير رياض يتفوق مرة ثانية تروح لرودريغو التسديدة من كانسيلو راحت رودريغو دي بروين دي بروين دي بروين دي بروين وجول ضيعها كانسيلو في الاسترجاع غوندوغان 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 فودين راح فودين والتوزيعة خطيرة من فودين وجريرو رجع من هنا اللي كان طريق جابرييل جيسوس وراح رياض جابرييل جيسوس كثرت حصل بالكرة وكر وكر لرياض محرز الكرة البعيدة زوج لاعبين أمامه مر فودين دخل فودين 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 أرضي مع محرز ترجع للخلف رياض عنده الكرة الآن رياض مع فودين ما زال رياض وكر توصل لرياض في وسط الميدان ري مازال دي بروين يمر يدخل دي بروين كيفن دي بروين لفريق خسر مره واحده في سبعة فودين 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 ثانية حاول يمر رياض والتوزيع في القائمة الثانية رياض خطيرة رياض رياض مازال رياض يبحث عن الثغرة رياض يرجع تعب رياض تعب رياض رياض يرجع لوكر غوندوغان محرز مرة ثانية هرب غوندوغان محرز مازال وكير يلعب لرياض محرز رياض محرز يبحث عن لمسة أخيرة غوندوغان بالرأس يتفوق رياض محرز لم يلحق وصلت لرودريغو فودين دخل فودين راح فودين راح فودين 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 ويجي كرة بعيدة يبحث عن هولان ولا جون ستونز يطلبها رياض رياض مرة ثانية رياض محرز رياض في المراوغة رياض 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 جيسوس يطلبها رياض على الجهة اليمنى رياض باليمنى يوزع في القائمة يخرج جون ستونز ورياض محرز وتلعب من هنالك عن طريق لا لا با 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 جول ماركو رويس يعدل النتيجة لدورتموند في الدقيقة 84 ويسجل أول أهدافه في دوري الأبطال كرة ثنائية وحدة كانسيلو مازال عنده الكرة الآن كانسيلو يرفع الكرة في القائمة الثانية سيتي كيفن دي بروين في القائمة الأول وهولاند يخرج الكرة رياض كيفن دي بروين فودين يرفع كرة التغطية الدفاعية من هنالك وما زال كيفن دي بروين رياض محرز من هنالك يتمكن منها لغوندوغان رياض يطلبها وكير فتح له الطريق وصلت لوكير بعد رياض محرز على الجهه اليمنى يستلمها رياض يلعبها في يسرى كره ممتازه قائمة ثاني غوندوغان غوندوغان وفودان وجول غوندوغان وفودان وجول في نهايه المطاف بعد اربعه فرص سجل واحد